نحن اليوم موجودين في مظاهرة في مدينة بروس السويدية. تهدف هذه المظاهرة إلى إدانة حرف القرآن الكريم وإلى الاعتراض على الكون، ذلك معتبرا من قبل البعض كممارسة لحرية التعبير. إن انتهاك أقدس ما يملكه مئات آلاف المسلمين في هذا البلد لا يمكن أن يعتبر ممارسة لحرية التعبير، إنما هو تحريض ضد جماعة عرقية وهي المسلمين. ما نهدف له في حزب نياز أن نستطيع مواجهة ذلك من خلال إحداث تغيير سياسي، بحيث نستطيع من خلال تصويت الناس لنا أن ندخل السلطات التمثيلية، ندخل البلديات، ندخل مجالس الأقاليم، وندخل البرلمان، لكي ندافع عن حقوق الأقلية المسلمة في وجه العنصرية المتصاعدة في السويد وكراهية المسلمين المتصاعدة. احنا اليوم واقفين في بروس عن المظاهرة احتجاج ضد حرف القرآن، لأنه هذه الطريقة الوحيدة والسليمة للتعبير عن مشاعرنا وعن الاحتجاج تبعنا. وبعدين الموضوع التغيير لا ما بصير حتى مجرد تظاهر وكلام، التغيير بده يصير بأفعال، إنه نكون مشاركين في صناعة القرار. وهذا الشيء لازم أنه احنا نصل لطاولة المجلس البلدية نكون فيه زائد البرلمان، حتى نقدر احنا نساعد بتغيير او صناعه القرار، نمنع تجسند مثل هذا اللي عم تنعطى للدنماركي العنصري اللي يحرق القران، اللي عم بيسيء لمشاعر اكثر من 500-600 الف مسلم في السويد واكثر من مليار مسلم على مستوى العالم. هذا الشيء ما هو ديمقراطيه، هذا اسمه تعدي على الديمقراطيه باسم الديمقراطيه. I yttrandefrihetens namn. Så om ni är nyfikna så får ni gärna komma här, delta, lyssna till oss.